موجز انباء الثالثه من قناه النيل للاخبار بالقاهره، اهلا بكم. اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس محمود عباس للتهنئه بمناسبه شهر رمضان المعظم. وخلال الاتصال اكد الرئيس السيسي مسانده مصر قياده وشعبا الاشقاء في فلسطين وسعيها المكثف لوقف اطلاق النار بانقطاع غزه. من جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني اتصال الرئيس السيسي مؤكدا امتنانه والشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال جميع الفرص التنموية المتاحة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024-2025 ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023-2024 وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، حيث وجه سيادته بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين. أدنى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف دير القديس ماري مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل بجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا وأسفر عن مقتل 3 رهبان بالكنيسة. وأكد شيخ الأزهر في بيان أن الاعتداء على النفس الآمنة في دور العبادة هو عمل إرهابي، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدا مبررا للقتل والإرهاب. وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ولأسر الضحايا، مطالبا بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. تواصل طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصفة يومية على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي واستمرارا للجهود الدولية المصرية لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين. استمرارا لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة في شهر رمضان الكريم، وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس عام 2024 طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيرتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. قال
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية بدون حماية المدنيين هو أمر لن يحظى بدعم الرئيس جو بايدن. وقال سوليفان إن واشنطن لم ترى خطة موثوقة لحماية المدنيين في رفح، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تتواصل مباشرة مع إسرائيل في هذا الشأن. رحبت الأمم المتحدة بفتح ممر بحري إلى قطاع غزة لتقديم المساعدة الإنسانية الإضافية التي تشد الحاجة إليها عن طريق البحر. وأكدت سيغريت كاج منسق الأمم المتحدة الأول للشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة أنه لإيصال المساعدات على نطاق واسع، فإنه لا يوجد بديل حقيقي للطرق البرية ونقاط الدخول العديدة من إسرائيل إلى غزة. انطلقت من قاعدة في فيرجينيا 4 سفن تابعة للجيش الأمريكي على متنها نحو 100 جندي وما يلزم من تجهيزات لبناء ميناء مؤقت على ساحل غزة يتيح توصيل المساعدات الإنسانية. ويقول مسؤولون أمريكيون إن الجهود لا تشمل انتشار قوات برية في غزة، لكن القوات الأمريكية ستكون على مغربة من القطاع الساحلي المعاصر أثناء بنائها الرصيف. كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد أعلنت في وقت سابق أن بناء هذا الميناء قد يستغرق نحو 6 أسابيع. انتهى موجز الأخبار، شكرا على حسن المتابعة.